الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أغلو. بداية أهلا بك سيد يوسف، لو سألتك لماذا حذر الرئيس التركي أردوغان الأوروبيين من ترك ليبيا تحت رحمة حفتر ووصفه بالخطأ التاريخي؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بداية من الطبيعي أن يقوم أردوغان بالتحذير ممن يستخدم سياسة العسكرة والقتل والحل العسكري كمنهاج يمشي عليه، وبالتالي لا يمكن إعطاء أي جدية وأي أهمية لمن هو فر من اللقاء في وقف إطلاق النار من موسكو، ولم يكن هنالك أي احترام أو جدية في محاولة وقف إطلاق النار ميدانيا على الأقل على الأرض حتى الأمس، وهنالك مستمر القصف الهمجي على المدنيين واستهداف المدنيين من قبل حفتر، وبالتالي لا يمكن الحديث عن جدية حقيقية بوقف إطلاق النار أو أن يكون له دور أساسي في العملية السلمية أو العملية السياسية. تحذير أردوغان هو يصب في هذا النطاق، لأنه لا يمكن الوثوق بهكذا رجل استباح دماء الأبرياء، وهو يدعي بأنه يريد الأمن والاستقرار والسلم للمدنيين، ولكن في نفس الوقت هو الذي يستقوي بالدول الغربية التي تريد أن تعيد شرعنته أو تعطيه شرعية لأن يستمر في منهجه ليكون له دور أساسي في العملية السياسية. تركيا تحذر منه وترى بأنه هو خطر على العملية السياسية، لا جدية في ذلك، بل بالعكس هو متورط في جرائم حرب ترتقي إلى جرائم يحاسب عليها، وبالتالي لا يمكن الحديث عن. طيب سيد يوسف، في هذا الصدد أيضا تركيا تعهدت بأن تدرب قوات أمن في ليبيا من شأنها أن تحفظ السلام وتحارب الإرهاب، هل هذا تطمينات وهل هذا يؤثر في الموقف الأوروبي؟ يعني تركيا هي موجودة من أجل دعم الشرعية، وبالتالي هي قوة رادعة وهي مع أن يكون هنالك أمن واستقرار، وسيتم عمل ما يلزم من أجل تطبيق كل القوانين التي تحمي الشرعية. إلى أي مدى قد يؤثر في الموقف الأوروبي؟ سيكون له تأثير، تركيا لديها وزنها الاستراتيجي ووزنها الإقليمي، والموقف الأوروبي هو بغض النظر هل سيتأثر إيجابا أم لا، تركيا لن تتراجع عن سياستها الداعمة للشرعية، وعلى الأوروبيين أيضا أن يدعموا الشرعية. وإلا ما قيمة القوانين الدولية وما قيمة قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاعتراف بالحكومة الشرعية إذا ما كان هنالك ضغوطات عكس ذلك؟ تركيا لن تتراجع عن دعمها لمن استحد الشرعية من خلال المواثيق الدولية ومن مجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن أيضا، وبالتالي تركيا تنتظر من الأوروبيين أن يكون هذا زيادة في الدعم. تركيا لن تتراجع، بل بالعكس هي ستضغط على الدول الأوروبية، وخطاب الرئيس واضح بأنه تحذيري، وهو يقوم بتحذيرهم من أن لا يرتكبوا خطأ تاريخيا بأن يتركوا الأمور في ليبيا لمن هو الذي يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا، بل يستبيح دماء الليبيين بحجة محاربة الإرهاب. سيد أغلو، إلى أي مدى سيكون هذا الموقف الداعم لحكومة الوفاق المعترف بها شرعيا في المؤتمر ومخرجات مؤتمر برلين؟ كيف سيكون مؤثرا في مؤتمر برلين؟ يعني بالنسبة لمؤتمر برلين هو مؤتمر ضروري، ولكن ما مدى جدية ومخرجات المؤتمر هذا ما سنراه يوم غد. أتوقع بأن لن تكون هنالك جدية حقيقية ترتجى من هذا المؤتمر إذا ما استمرت الأمور بمكيالين وكان هناك ازدواجية في المعايير. أوروبا والدول الأوروبية هي لا يهمها الأمن والاستقرار في ليبيا كما يهمها أن يكون هنالك محاولة كيفية الاستفادة مما يحدث من ليبيا لمصالح الشخصية. تركيا هي الدولة الوحيدة التي تدعم الشرعية حقيقة وتدعم خيارات الشعب الليبي، وبالتالي هي تركيا ستضغط بقوة من أجل أن لا يكون هنالك أي تمديد أي مشروع على حساب مكتسبات الشعب الليبي وثورة فبراير، وهذا ما سنراه يوم غد. ماذا ستسفر عنه بالتالي النتائج؟ تركيا ستضغط لصالح مصلحة الشعب الليبي ومصلحة الشرعية في ليبيا.